النهارده كان في حادثة الصبح وفي حادثة من شوية بتاعت القطر. النهارده الفجر كانت حصلت حادثة مرور ضخمة على الطريق الدائري بالقرب من ميدان الرماية في الجيزة، بعد ما عربية تريلا يعني تراك كبيرة دهست حوالي بيقولوا 34 عربية ملاكي، وده أدى إلى إصابة حوالي 24 واحد، بينهم واحد في حالة خطيرة مع الأسف. منظر العربيات والحادثة مرعب، والعربيات بقت كفتة، كتلة حديد زي الفيديو ده كده. ده انا عربيه انا تفتح دي بسرعه الاول. المواقع الاخباريه قالت ان الحادثه حصلت على مرتين، لما سواق التريلا او العربيه النقل الكبيره كان بيسوق بسرعه جنونيه وفقد السيطره عليها وخبط كذا عربيه، وبعدها جت من وراه ثلاث عربيات نقل تاني خبطوا في عدد تاني من العربيات الملاكي، زي ما بيقول موقع مصر اليوم مش انا. وقع على مرتين. التفاصيل الكامله لحادث تصادم 34 سياره على الطريق الدائري او على الدائري. النيابه تنتقل للحادث. شوف العربيات بقت ايه؟ كفته. ازاي خرجوا مصابين بس؟ هذا ما توصلت اليه التحريات، ان سبب التصادم اعلى الطريق الدائري بالقرب من ميدان الرمايه. حسب التحريات فان سائق تريلا كان يسير بسرعه جنونيه ولم يستطع كبح جماح الفرامل، فاصطدم بعدد من سيارات، وفي تلك الاثناء جم ثلاث عربيات نقل، احدهم كان يحمل سيارته بالرمال، كان محمل عربيه رمله، فاصطدموا بسيارات اخرى. ألقى القبض على السائقين الأربعة المتسببين في حادث الرماية وأحيلوا للنيابة العامة التي طلبت عرضهم على الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائهم وتحليل لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، إذ وردت سلبية وفقا لمصادر مسؤولة. وزي ما بيقول الخبر أنه تم التحفظ على السواقين الأربعة التريلا والثلاثة بتوع النقل وعملوا لهم تحليل مخدرات، لكن المفاجأة أن التحليل طلعت العينات سلبية، يعني مش متعاطين حاجة. لكن التحريات اللي حصلت في كام ساعة وبسرعة بعد الحادث قالت ان السبب مش ان السواق بيتعاطى مخدرات، بيقولوا ان السبب السواق نام وهو بيسوق، زي ما بتقول العين الإماراتية، نوم سائق وراء كذا نوم. تعال نشوف شاهد عيان كان بيكشف عن سبب الحادث. بيقول السيارتين التريلا كان 35 عربية ملاكي، وبيقول سيارة محملة بالفراخ اصطدمت بملاكي بالقرب من نزلة الرماية فتعطل الطريق. سائق سيارة تريلا اصطدم بالسيارة المتوقفة. سيارة تريلا أخرى اصطدمت بعدد جديد من السيارات، وتسبب الحادث في إصابة 26 شخص تم نقلهم أو 13 منهم من المستشفى. بس بشاعة الحادثة خلت نشطاء كتير يسألوا طب فين التوسعات اللي حصلت في الدائري وهدم البيوت، وفين الرادارات، وفين وفين؟ ده اللي كتبه صاحب البوست ده. مقطورات وتريلات على اتوبيسات وميكروباصات، ومحشور وسطيهم سيارات ملاكي، كل ده في الطريق اتجاه واحد في توقيت واحد. مفيش تقسيم للحارات حسب نوع السيارات، مفيش توقيت لمرور النقل الثقيل، مفيش رادارات لضبط السرعة. فين الاتوبيسات التردديه اللي صدعتونا بيها على الطريق الدائري؟ فين شبكه الطرق اللي بينافس بيها العالم في عدد وفياتها؟ كرهتوا الناس في البلد والعيشه واللي عايشينها. هي بقى فين المليارات اللي اتصرفت على الطرق، ولا هي كانت سبوبه وخلاص؟ زي ما بيقول المجلس الثوري المصري مش انا. بيقول هذا ليس مشهد من فيلم، يعني ولا موقع قصفته اسرائيل في غزه. هذا حادث مروري مروع فجر اليوم على الطريق الدائري أدى لثلاث وفيات، ده هم اللي بيقولوا.
مليارات أنفقوها على الطرق دون مراعاة السلامة والأمان والتفاصيل. المهم سرعة التنفيذ والسبوبة، والنتيجة هي قتل 13623 شخص في حوادث الطرق في مصر في 22-23. لكن أحب أقول لك يا فندم إنها فعلا سبوبة، وكل الطرق مليانة بلاوي سودة بتسبب حوادث كل يوم، زي ما رصدت أو مواطن رصد مطب على طريق من الطرق السريعة الدولة كانت عملته. شوف المواطن ده، المطب اللي كنت اتكلمت عليه أهو، اتكلمت عليه مرة واتنين وبرضه مفيش فايدة، أهو أدي النتيجة، أدي النتيجة اهي، أدي المطب أهو، ها دلوقتي حط عليه تراب، ها وأدي النتيجة اهي، أهي أدي النتيجة اهي. ما احنا السيسي ضيع فلوس البلد كلها في وهم انه هيعمل شبكة طرق تمسك البلد كده هون، وخد بالك من اللفظ والاداء، تمسك البلد. برضو العقلية الامنية هي اللي مسيطرة، يعني الغرض من شبكة الطرق هي السيطرة الامنية مش شبكة الطرق ولا حاجة. اسمع كده، مش ما تنفعش تقول لي انا شايفك وانا معاك وانا خلي بالي منك، لا انا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده. ايوه ليه، ايوه ان شاء الله. بص هو البني ادم اذا اتكلم كده يبقى مش بني ادم. انا بقول لك، انا بقول انت رايح تضرب واحد، انت رايح تفك عركه. شبكه الطرق يعني في مواصفات وفي مصاريف وفي مهندسين. انا بقول وكل حاجه خدها كده. الدولار هيبقى ايه؟ هيبقى تاريخ. الدولار راح لغى التاريخ. شو اللي قال برضه يا حبيبه؟ الدولار هيبقى ايه؟ هيبقى تاريخ. هوب لغى التاريخ. طب وبالنسبه للدولار زي ما هو، كل حاجه عنده كده. هتشوفوا دوله جديده في 30/6/2020. يا معلم الحكايه مش كده، يعني الحكايه مش سهله كده. ده انت لو رحت لتاجر العربيات مش عاملك كده. انا بقول، دي العقليه العسكريه، هتاخد منها غير كده.